لماذا يختلف الصوت عند الاستيقاظ من النوم؟ ما يحدث خلال النوم وفقا لموقع ميديكال دايلي الطبي هو أن الأنسجة في الحلق تجمع السوائل، وهو أيضا ما يسبب الانتفاخ في عيوننا عندما نستيقظ فقط. ولأننا لا نستخدم حبالنا الصوتية خلال النوم، يتكون أيضا المخاط في الحلق، والأشخاص الذين يتنفسون من خلال فمهم أثناء النوم تجف حبالهم الصوتية سريعا، وهذا النقص في تلين الحلق يعوق الحبال الصوتية من التحرك معا، وبالتالي لا يمكننا أن نتحكم في إصدار صوت طبيعي. الحل عند الاستيقاظ من النوم تناول كوبين من الماء بدرجة حرارة الغرفة، وينبغي أن يكون ذلك قبل تناول القهوة أو الشاي في الصباح.